مخيم الهول، صار لي 4 سنين وظليت ما خليت واسطة، أريد أطلع من المخيم لأني مليت من العيشة بالمخيم. ألا أجي أحد الشيوخ وتواصل لي وسوى لي وراقي وطلعت من المخيم، واستأجرت لي غرفتين وقعدت بيها أنا وولادي، وبس ما أني ما أدفع أجار البيت، بناس كل شهر واحد يتبرع لي يدفع أجار البيت، حتى لما يجينا الخبز أو الغاز أو شيء هم يدفعوا لي، واني اروح من الصبح مع عاملات القطن احوش قطن مشان يعني اكفي مصروف بيتي، والحمد لله جيراني حيل زينين معايا واروح عليهم ويجون علي، ويعني حالتي يعني شبه زينه. طبعا في مشكله، هي المشكله الوحيده كانت انه العائدين على منازلهم سواء المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية يتم إعادتهم لمنازلهم وسكانهم بشكل طبيعي. في مشكلة هي أنه العائدين من الجهة الثانية الشامية الخاضعة لسيطرة النظام يتم إرجاعهم ولكن توطينهم بالمناطق هاي، إعادة دمجهم بالمجتمع شوي بها صعوبة بنظرة سلبية من المجتمع للخارجين. هذول أبناء منطقة لا ما ينظروا لهم، ولكن مجتمعاتنا هي تنظر لهم بنظرة ثانية. نتيجة الأحداث الأخيرة صارت كان في مطالبات أن يكون بإخراج جميع العائلات الموجودة بمخيم الهول وعادتهم لمنازلهم ومساكنهم في غير الزور، جميع العائلات.